فممكن يهضر على الخصوصية ديال الجسد، ممكن يهضر على الخصوصية ديال المكان، الخصوصية ديال الأشياء، خصوصية حتى ديال الأفكار والآراء، يعني أفكاري خاصة بيا، وهذا الشيء راه كنخدموا عليه منذ الصغر. هاد المواقف عائشة اللي كتخلي الطفل يحس أن أموره عندها قيمة، أشياءه عندها قيمة، المكان ديالو عنده قيمة، الجسد ديالو عنده قيمة، فأكيد غيتجاوب مع هذا الموضوع الخصوصية، وبالمثل سيبادل الآخرين أنه غيحترم الخصوصية ديال الآخرين، بل وهذه من بين الاشياء اللي هي كنعلموها الوليدات انه يحترم الحدود الشخصيه اللي كيوضعوها الاخرين. كنشتغلوا على القاعده ديال طلب الاذن، كنشتغلوا على القاعده ديال نغلق الباب ديال الحمام، نغلق الغرفه، ما كندخلوش المخدع ديال الاب والام، يعني هكذا غير كنفتحوا الباب ونزيدوا. هذه يعني تدريجيا ومع الوقت كتخلي الطفل يميز بلا كاين حدود شخصيه لكل حد، والاجمل اذا كان طبعا يعني هو يعامل بالمثل. هاد الجمل وهاد الطريقة في الإذن والاحترام الخصوصية كتخلي الآخر اللي هو الطفل يحس أن أنا مهم وعندي قيمة، وجسدي عنده قيمة، ومكان ديالي عنده قيمة، وأشياء ديالي عندها قيمة. عليه احنا دائما ننادي أننا نشتغلوا على الخصوصية منذ الصغر، باش وحنا ماشيين بشكل تدريجي، وكأن هذوك الحدود الشخصية كيزيدوا يتفتحوا، فبالتالي الإدراك للطفل كيزيد يوسع، تحمل المسؤولية لهذيك الخصوصية، لأن راه ماشي غير اسمها خصوصية وصافي، راه ما يتحملش فيها المسؤولية، صحيح. لا، هي أمور خاصة بك، مكان خاص بك، أشياء خاص بك، جسد ديالك خاص بك، ولكن في نفس الوقت راه أنا عندي يعني حقوق عليك بحكم أن الأب ديالك أو الأم الأم ديالك. ديالي